السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول إعدادي. النهاردة إن شاء الله هنرجع نشرح المنهج الجديد بعد فترة توقف، بعد ما خلصنا أول 3 وحدات وبدأنا طبعا في القناة بتاعتنا نحل كتاب المعاصر وجيم وبيت باي بيت وكتاب المدرسة. وبعد ما انتهينا من حل جميع الكتب دي، النهاردة إن شاء الله هنرجع تاني ليونت 4 الوحدة الرابعة، وهنبتدي بالدرس الأول والتاني. يونت 4 النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعضنا إن شاء الله ليسون 1 and 2 الدرس الأول والتاني. طبعا عنوان الوحدة بتاعتنا we apostrophe er we are using technology. We are using technology، يعني نحن نستخدم التكنولوجيا. وزي ما احنا متعودين مع بعضنا في شرح الدروس اللي فاتت، ان احنا بنبتدي نشرح القاعدة واحنا في الوحدة دي. في اول درسين عندنا قاعدتين، هنشرح القاعدتين وان شاء الله هنختم الفيديو بالكلمات بتاعتنا، ولو في اسئلة هنحلها مع بعض ان شاء الله. هنبتدي بالقاعدة الاولى اللي عندنا في الدرس الاول. قاعدة سهلة جدا، بتتكلم عن اول حاجة عندنا حاجة اسمها there is. اسمها ايه؟ there is. there is معناها يوجد او هناك. بيجي بعدها لازم اسم مفرد يعد. اسم مفرد ايه؟ يعد. يعني ايه اسم مفرد يعد؟ يعني مثلا عندنا كتاب، كتاب يعني ايه؟ book. البوك يعد طبعا جمع بوكس، يعني اقول there is a book. there is a book يعني يوجد كتاب. ويجي برضو مع there is اسم لا يعد. ولا يعد يعني كلمة uncountable، يعني ملهاش جمع، كلمة لا تعد. يعني اقول there is some water، يعني ايه some water؟ بعض الايه؟ الماء. يبقى اول حاجة عندنا ان there is يجي معاها اسم مفرد يعد، يعني اقول there is a book كتاب واحد، او اسم لا يعد. اي اسم لا يعد بيعامل معاملة الايه؟ المفرد. عندنا طبعا النفي بتاعها والquestion بتاعها. لو عايز انفي طبعا سهلة خالص، النيجاتيف. احنا اكيد طبعا عارفين ان نفي is ايه طبعا؟ isn't. يعني مثلا ممكن نقول مثال there is، انفي بوضع كلمة not، هتبقى there isn't. ده لو انا حابب انفي، هنا معناها لا يوجد. يبقى there is معناها يوجد، there isn't معناها لا يوجد. مثلا عندنا كلمة شاحن موجودة في الدرس ده، معناها charger اللي هو بتاع الموبايل. there isn't a charger طبعا هنا مفرد، لا يوجد. هنا انا نفيت الجملة. تمام. عندنا برضو الكويستشن. كويستشن اللي هو الايه؟ السؤال. لو انا حابب اعمل سؤال، هنعمل عملية المقص او نقدم الفعل على الفاعل. يعني ممكن نطلع الاز بره وندخل دير جوه. ندي مثال مثلا اقول از ذير، وهنا از لما بتطلع بره طبعا يا سنه اولى معناها هل، وذير قلنا يوجد. يبقى از ذير هل يوجد. مثلا ان امب 3 بلاير اللي هو مشغل امب 3، هل يوجد مشغل امب 3 ولا مفيش؟ عارفين طبعا الامب 3 بيشغل قران وشغل الحاجات دي. is there an امب 3 player؟ طبعا ممكن نجاوب yes وممكن نجاوب بنو. طيب لو قلنا yes هنقول ايه؟ نعكس تاني، يعني دي is there نعكسها هتبقى yes there is. طب لو no هتبقى no there. ايوه انه لازم يكون معاها ايه طبعا هنا؟ تمام. no there isn't. يبقى القاعدة الأولى عندنا النهاردة يا سنة أولى، عندنا there is معناها يوجد أو هناك، بيجي معاها حاجتين، يا إما اسم مفرد يعد، يا إما كلمة uncountable يعني كلمة لا تعد. دي there is. ندخل بقى اللي بعدها there are. ندخل على there are.
متهيألي اللي فهم there is خلاص، يعني there are بالنسبة له مش هيكون فيها حاجة طبعا واضحة، there are هيجي بعدها اسم بلورال يعني اسم جمع، يعني احنا هنا قلنا book جمع book ايه books، يعني اقول there are many books، there are some books، there are two books، هناك كتابين مثلا. ندي مثلا جملة كده ونشتغل عليها، مثلا اقول there are two laptops، هناك اتنين اجهزة كمبيوتر لوحي اهو لابتوبس، عشان كده قلنا are، لو كانت لابتوب واحد كنا قلنا is. علينا برضو زي ما عملنا فوق النيجاتيف النفي بتاعها، هنا نفي is كان ايه isn't، طب ونفي are هيبقى ايه؟ ايوه تمام، هيبقى aren't، there aren't، لا يوجد any tablets مثلا، مفيش اي tablets، يبقى النفي بوضع كلمة not. الكويستشن السؤال، احنا هنا في السؤال عملنا ايه؟ عملنا عملية المقص اللي هي تقديم الفعل على الفاعل، بدأنا بإز، هنا هنبدأ بآر، هنقول مثلا are there any mobile phones، هل هناك أي موبايلات؟ خدت بالكم من الجمع؟ عشان كده قلنا are، هو دي أهم نقطة في الدرس. طب يلا نجاوب، هنقول yes، يلا نعكس، هنجيب دي هنا ودي هنا، هتبقى yes there are، طب لو no no there أيوة aren't. تمام، ده يا سنة أولى اللي مشروح عندنا في الكتاب، اللي هو الفرق بين there is و there are. تمام، طبعا في حاجة تاني مهمة جدا الكتاب مش مركز عليها أو مش متكلم عنها، بس طبعا احنا لازم نشرحها ولازم نتكلم عليها في الموضوع بتاع درس النهاردة. عندنا كلمتين، الكلمة الأولى اللي هي كلمة some، والكلمة التانية اللي هي كلمة any. some معناها بعض، وإني معناها أي. تمام، أول حاجة عند الفرق بين some وإني، أول نقطة مفيش فرق بينهم، إن هما الاتنين some يجي وراها اسم يعد أو اسم لا يعد، نفس النظام إني ينفع يجي معاها اسم يعد وينفع يجي معاها اسم لا يعد. يعني ايه اسم يعد؟ يعني كلمة لها مفرد ولها جمع، يعني اقول some books some water، وممكن اقول any books any water. تمام، انما ايه الفرق بينهم؟ some اول فرق بقى ناخد بالنا منه ان some تأتي في الإثبات، يعني الجملة تكون مثبتة مش منفية. يعني هدي مثال اهو بدرس بتاعنا، there is some بوكس، هناك بعض الايه الكتب on the table مثلا على الايه على الترابيزه. تمام، دي جمله مثبته. الجمله دي لو نفيناها ندخل بقى على اني، اني تستخدم في النفي، ناخد بالنا من النقطه دي، في النيجاتيف والكويستشن يعني والسؤال، وده فرق مهم جدا بين سام واني. يعني الجمله دي لو هاخدها هنا بالنفي هقول ايه؟ there نفي is ايه isn't، ما ينفعش بقى اقول سام، هقول ايه؟ ايوه any books. يا رب نكون فهمناها. او لو عايز اعمل question، تعال نعمل question طيب كده، هقول is there any books، هل يوجد اي كتب؟ طبعا ده سؤال عادي، ممكن اقول yes there is، ممكن اقول yes there is، ممكن اقول no there isn't. انما زي ما انا قلت طبعا لحضراتكم في اول الدرس ان الكتاب مركز على there is و there are. دلوقتي طبعا هندخل كده على تمرين انا محضره ومجهزه، في مجموعة من التشوز ومجموعة من الكوريكت، نحاول نشوف فهمنا الدرس ولا مع بعضنا. عندنا هنا تشوز، اختار there space any tablets، احنا لسه قايلين من شوية دي كلمة مين؟ tablets، جمع ولا مفرد؟ طبعا جمع. يبقى عندنا هنا في are وفي aren't، طب انا اختار اثبات ولا اختار نفي؟ دي مين دي؟ اني، اني مش بتيجي الا فين؟ في النفي، يبقى هنختار مين؟ aren't. تمام؟ الجملة اللي بعدها there are some laptops and they're not a whiteboard. whiteboard اللي هي السبورة البيضاء اللي بنكتب عليها في الفصل. a whiteboard سبورة واحدة، مفرد ولا جمع؟ طبعا مفرد، وهنا في some تبقى جملة مثبتة، يبقى هنختار is. not there any pens with you Mona،
pins الأقلام مفرد ولا جمع؟ طبعا جمع، هتاخد is ولا are؟ are. الجملة اللي بعدها is there any umbrellas for me؟ في أي umbrella؟ no there، واحنا قلنا طالما قلنا no there يبقى is نفي is ايه؟ طبعا isn't علشان خاطر انه. تمام، correct تصحيح خطأ. عندنا كام جملة كده برضو الخطأ تحتي خط، عايزين نعدله مع بعضنا. There aren't a charger، والشارجر اللي هو الشاحن، ده شاحن واحد بس، يبقى there isn't not aren't، الإجابة isn't. There aren't some computers، جملة منفية، يبقى نستخدم any عشان دي جملة منفية. Are there any mobile phones، شايفين دي المكتوبة ازاي؟ طبعا دي اللي هي صفة ملكية، تبقى there بالشكل ده اللي هي ERE، نفس النقطة بس الكتابة مختلفة. Is there any computers؟ computers جمع، تمام، بتنفع is طبعا هتبقى are. تخيل ان هو درس سهل ومش محتاج مجهود. هنبتدي ندخل على القاعدة التانية الموجودة في الدرس الاول والتاني. القاعدة التانية الموجودة عندنا طبعا زمن جديد، the present، continuous، tense اللي هو طبعا زمن، المضارع، ايوه المستمر. كنا اخدنا قبل كده في الوحدة الاولى وكملناه في الوحدة التانية البريزنت سيمبل المضارع البسيط. المرة دي هناخد زمن المضارع المستمر. طبعا لما بنيجي ناخد زمن اول حاجة نفكر فيها الزمن ده بيعمل ايه، ايه فايدته وايه استخدامه. المضارع المستمر ده معمول اول حاجة عندنا يعبر عن حدث او شيء يحدث أثناء الكلام، يعني وإحنا بنتكلم الحاجة دي بتحصل، غير المضارع البسيط. المضارع البسيط كان بيعبر عن إيه؟ آه تمام، عن عادات أو حقائق، إنما المضارع المستمر بتاعنا أما يعبر عن حدث يحدث أثناء الكلام. تمام، شكله إيه المضارع المستمر؟ المضارع البسيط طبعا كان إس ويس ويس مع المفرد ومع الجمع الفعلي بدون أي إضافة. طب المضارع المستمر، المضارع المستمر بيقول لي تلات كلمات عندنا هم آم أو is أو are زائد، تمام كده، الـ infinitive اللي هو الفعل في المصدر زائد الـ verb يعني زائد ing، تمام، am أو is أو are زائد الـ infinitive زائد ing أو زائد الـ verb زائد ing. طيب تمام، هنشرح الام والاز والار عشان ممكن يكون في ناس مش عارفه الام بتيجي مع ايه. طبعا الام مع الاي، يعني اقول اي ام، الاز مع الهي شي اور ات او اي اسم مفرد، الار مع الوي واليو والذي او اي اسم ايه جمع، ده شكل المضارع المستمر. ام او از او ار زائد الفيرب زائد اي ان جي زائد الفيرب زائد اي ان جي. ممكن ندي كده جمله مع بعضنا، اقول مثلا اي، ممكن نختصر ام، يعني ممكن نكتب كده اي ام، وممكن نكتبها كده اي ام. يشاهد مثلا يعني واتش، هو هنا قال الفيرب لازم نحط له اي ان جي، يبقى اي ام واتشينج تي في ناو، انا اشاهد التلفزيون الان. ادي الزمن بتاعنا اهو ام او از او ار زائد الفيرب زائد اي ان جي. تمام، النهارده واحنا بنشرح هنركز على ايه؟ هنركز على رقم واحد ازاي نحط الفعل اي ان جي، وهل في حاجه بتخرج عن القاعده دي. تمام، اول حاجه خلي بالكم معايا، عندما ينتهي الفعل بحرف اي، لو الفعل بينتهي باي بنعمل ايه؟ بنحذف الاي. يعني مثلا يكتب يعني رايت، لما اجي احط اي ان جي لازم احذف الاي، هتبقى رايتنج. تمام، ادي اول قاعده عندنا في قواعد الاضافه، لما الفعل ينتهي باي بنحذف الاي ونحط اي ان جي. تمام، طيب اذا انتهى الفعل بحرف ساكن مسبوق بحرف
متحرك. بيقول لي يضاعف الساكن، يضاعف يعني مكرر الساكن، بشرط ان الفعل ده يكون المقطع واحد. يعني مثلا يسبح، يسبح يعني ايه سويم، يجلس، يجلس يعني ايه sit. هنشوف كده سويم اخره حرف الام، الام حرف ساكن قبله الاي، الاي متحرك. اجي اعمل كده هتبقى اس دبليو اي ام، تمام، ونحط ام تاني، نكرر الام تبقى سويمينج، تبقى عامله زي كده الشكل، نفس الشكل ده كده. سيت يعني يجلس، اس اي تي، تمام، برضو تي ساكن، الاي متحرك، هنكرر التي ونحط ايه اي ان جي، تمام. اخر حاجه عندنا في قواعد الاضافه، تمام، اذا انتهى الفعل باي اي، الحرفين دول تحول، يعني الاي دي، الاي اي دي نحولها، نحولها لايه لواي، ثم نضع اي ان جي. المثال هو اللي هيفهمنا طبعا، مش هنفهم من غير المثال. هنقول مثلا يموت، يموت يعني ايه داي، داي اخره ايه اي اي، هتبقى دي نحولها لواي، الاي اي تحوله لواي، هتبقى داينج اللي هو الموت. عندي برضو كلمة يكذب، يكذب يعني لاي، اي اي تمام هنحذفها، هتبقى لاينج، تمام. دي كده انتهينا من قواعد الإضافة، عشان لما نيجي نحط الاي ان جي ما نتلخبطش. لو الفعل خلص بإي نحوش الإي، لو الفعل خلص بحرف ساكن يسبقه حرف متحرك نكرر الساكن، بس الفعل يكون مقطع واحد زي سويم سيت، ما يكونش أكتر من مقطع. إذا انتهى الفعل بأي إي تحول إلى واي، ثم نضع إيه أي إن جي. آخر حاجة عندنا في المضارع المستمر الكلمات الدالة، اللي هي الكي ووردز. أي زمن لازم يكون لي كلمات دالة. المضارع البسيط طبعا كان فيه ظروف الدرجة اللي هي كانت always, usually, often, sometimes, never. هنا طبعا عندنا مجموعة من الكلمات، عندنا now لازم تحفظه يعني الآن، عندنا look يعني انظر، عندنا listen تي سايلنت يعني اسمع او انصت لما نحب نخلي حد ينتبه معانا، عندنا at the moment يعني في هذه اللحظة، عندنا هو الكتاب مش مركز عليهم طبعا بس احنا لازم نكون عارفينهم، at present يعني في الوقت الحاضر، عندنا مثلا look out تساوي watch out يعني احترس، وعندنا ممكن still يعني ما زال، وعندنا برضو ممكن take care يعني احترس. بس زي ما قلنا الكتاب مش هنلاقي مجموعة الكلمات دي، بس احنا بنشرح حاجة علشان قدام ان شاء الله، عشان تانية وتالتة اعدادي هنقراهم تاني. now look listen at the moment at present look out watch out still take care. طبعا في سؤال هيتسأل طبعا مهم، فين النفي وفين السؤال؟ النفي والسؤال طبعا مش موجودين في الدرس الاول والتاني، هيكونوا موجودين ان شاء الله في الدرس التالت والرابع. يبقى نقول تاني، زمن النهاردة المضارع المستمر أما وإذا وآر زائد الفيرب زائد أي إن جي، زمن سهل جدا. هنبتدي بقى ندخل على صفحة التمرينات محضرة كده مع بعضنا ونحلها. أول جملة عندنا علي his English book now، عندنا now من الكلمات الدالة على المضارع المستمر. علي مفرد ولا جمع؟ مفرد. ياخد am ولا is ولا are؟ ياخد طبعا is زائد الفيرب زائد أي إن جي، زمن سهل جدا. Where Adam looking؟ Adam ياخد am ولا is ولا are؟ اعطيني am are where is is من غير ما اقرا طبعا باقي الجمله. Look من الكلمات الدالة على المضارع المستمر. يوسف is am و is و are زائد الفيرب زائد ing kicking بيركل الكره الان. I am playing chess online. I am برضو عندنا now من الكلمات الدالة على المضارع المستمر. am و is و are زائد الفيرب زائد ing winning، ولو خدت بالكم من winning ال n حرف ساكن قبله متحرك عشان كده قررنا ال n. الجملة نمبر 5 رقم 5 they taking service at the moment، عندنا at the moment من الكلمات الدالة برضو they، تاخد am
ولا is ولا are، طبعا تاخد are. عندنا هنا تصحيح خطأ، مش يعني ما عندناش خط تحت الخطأ، احنا عايزين نقرأ الخطأ مع بعضنا. علي is read a book. علي am or is or are، صح كده is زاد الفيرب زاد ing. المشكلة هنا reading، تمام، يقرأ كتاب. Is you wearing a school uniform؟ طبعا المفروض يكون في علامة استفهام. Is you wearing a school uniform؟ هل أنت لابس زي المدرسة؟ Is you، طب ده اليو جمع، تاخدش is، يبقى المشكلة هنا. Are they is، طبعا باينة they are. I drink tea at the moment. خلي بالك عشان اقول الجملة دي كده من غير at the moment الجملة مظبوطة. I drink tea مضارع بسيط، أنا بشرب شاي. At the moment خلتها مضارع مستمر، والمضارع المستمر بيقول ايه؟ am او is او are زائد الفيرب زائد ing او زائد الانفينيتيف زائد ing. مفيش حاجة منهم هنا. I drink، يبقى طبعا أول غلطة هو كلمة drink غلط، الـ I تاخد مين؟ am، و drink نحط له ing يبقى ايه؟ drinking، يبقى الإجابة هتبقى am drinking. am drinking. كده نكون انتهينا من القواعد الموجودة في الدرس الأول والتاني. نبتدي ندخل على الكلمات الموجودة عندنا. أهم الكلمات اللي جت في الوحدة الرابعة اللي هو we are using technology. طبعا اتسألوني الكلمات كتيرة، طبعا طبيعي ان الكلمات تكون كتيرة، ده منهج جديد، بس احنا طبعا لازم نكون واخدين بالنا ان احنا كل ما هنحفظ كلمات اكتر كل ما هنقوى في المادة بتاعتنا والعكس، فهنحاول على قد ما نقدر ما نعديش حاجة. طبعا عندنا دي اهم الكلمات الموجوده، وطبعا نذاكرها من اي مكان مش مشكله، من اي كتاب من اي ملخص مش هتفرق انت هتذاكرها منين، المهم انها تتذاكر كويس. يوز اللي هو طبعا يستخدم، لابتوب كمبيوتر كمبيوتر محمول، ام بي سي بلاير، وايت بورد، تكنولوجي، موبايل فون، برينتر، برينت، ماوس، تابلت، فون تشارجر، تشارج، يوز تابلت، تشارج ويز، ان ذا كلاس روم، ان كلاس، ا بيكتشر اوف، نيو عكسها old، new، old، small، big. adverbs of place ظروف المكان، شايفين الكرة هنا بالنسبة للbox. next to يعني بجوار. behind الكرة ورا. in front of كرة أمام. in front of كرة بالنسبة للbox. هنا الكرة فين؟ under، near. نقراهم تاني. next to، behind، in front of، under، near. عندنا طبعا في اول صفحه في الوحده الرابعه في كتاب المدرسه هنلاقي صوره بيقول لي read زياد description of his classroom. زياد بيصف الفصل بتاعه. are these sentences true or false؟ correct the false sentences. لو بصينا طبعا هنلاقي مجموعه من الاولاد، كل حد بيعمل حاجه، اللي بيشحن الموبايل، اللي فاتح التابلت، اللي عند البرينتر، الاستاذ بيشرح على الوايت بورد، في كذا حاجه عندنا في الصوره. هنبتدي نقرا ونشوف زياد بيقول ايه عن الكلاس بتاعه، عن الفصل بتاعه، واحنا بنقرا نحاول على قد ما نقدر نبص على الصوره. بيقول I am زياد، انا زياد، and this is a picture اللي قدامكم دي صوره of my classroom للفصل اللي انا قاعد فيه. عندنا زياد بيقول دي صوره للفصل بتاعي، تمام. We often خدناها في الوحدة الأولى غالبا use tablets، احنا بنستخدم التابلتس in class، تمام. أول حاجة احنا بنستخدم التابلتس in class. There are two laptop computers، في الفصل عندنا two laptop computers، اتنين لابتوب، وعندنا في صورة رقم اتنين اللابتوب. In the classroom two أيضا. One laptop has got a mouse، في لابتوب فيه ماوس، في لابتوب فيهم معاه ماوس، ماوس طبعا يعني فار. I don't know why it's called a mouse، انا مش عارف هو ليه يسمى ماوس. طب do you know، اما يسألكم انتم تعرفوا ليه هو اسمه ماوس، هو ليه الفار اسمها ماوس؟ طبعا because it's look like،
لانها ايه تشبه الماوس زي الفار بالظبط. And there is a printer. printer يعني ايه؟ في طابعه. تو ايضا الفصل فيه طابعه اهي هنا. My friend عمر is printing. صاحبي عمر بيطبع his homework الواجب بتاعه دلوقتي. I have got a mobile phone. انا معايا موبايل فون. طب والموبايل فون ينفع في الفصل؟ But it's in my bag. حطه في الشنطة. تمام. We don't use our phones in the classroom. ما بنستخدمش الموبايل فون في الفصل. تمام. Mr. عثمان has got a phone on his desk. مستر عثمان اللي بيشرح معاه على الديسك الموبايل بتاعه. He is charging. بيشحن his phone with a phone charger. بالشاحن بتاع الموبايل. And he has got a new MP3 player. ومعاه MP3 player كمان. It's small. حجمه small. And blue. And blue. ولونه أزرق. الـ MP3 بتاع مستر عثمان صغير في الحجم ولونه أزرق. Can you see it? بيسألكم بيقول لكم انتوا شايفينه. تمام. يبقى درس القراءة اللي هو We are using technology. زياد بيشرح أو بيتكلم عن كل حاجة بالتفصيل موجودة في الفصل بتاعه، من لابتوب، من ماوس، من برينتر، من فون تشارجر، من MP3 بلاير بتاع مستر عثمان، وبيصف كل حاجة بالظبط. ندخل على الصفحة اللي بعدها. في الدرس الأول برضو عندنا سنة أولى درس listening. listening يعني درس إيه؟ استماع. بيقول لي Where is the laptop؟ بيسأل سؤال طبعا. Listen to the description of the classroom. Take the correct picture. عندنا كام صورة؟ طبعا عندنا ثلاث صور A B C. المفروض ان احنا ده listen الاستماع، المفروض نسمعه طبعا. نقرأ كده. There is a laptop computer on the table. الترابيزة عليها laptop على table، على الترابيزة. Under the table there is a printer. وتحت table under يعني تحت، في printer، في طبعة. There isn't an MP3 player. مفيش MP3 player but there are two mobiles. لكن في اتنين موبايلات near the laptop، جنب اللابتوب. The laptop has got a mouse. واللابتوب معاه ماوس. فين الصورة اللي في التلاتة دول اللي بيتكلم عنها الليسن؟ فين الترابيزة اللي عليها لابتوب كمبيوتر وتحتها في برينتر وفي اتنين موبايلات موجودين وفي ماوس؟ متهيألي هنا دي مفيش تحتها حاجة، وهنا برضو مفيش. الصورة الوحيدة اللي في تحتها برينتر اللي هي الصورة نمبر سي اللي هي الصورة التالتة. وده درس الاستماع الموجود في كتاب المدرسة. هندخل على أهم الكلمات اللي في lesson 2 بعد ما شرحنا الدرس الأول بتاع زياد. Write an email. Tap on the icon. يضغط على أيقونة بتاعت الكمبيوتر. 3D printer. Look at the website. Make a video call. Send a photo. Click on the icon. Send a text message. Take a selfie. باقي الكلمات. Granddad. Guess. Information. Design. It is silent. Chess piece. Design an icon. Make chess pieces. Do homework. Do computer studies. At the moment. On a mobile phone. Look for online. عكسها طبعا offline. offline. Sent. 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 Mean. Meant. Meant. مش هنحتاج الماضي والتصريف التالت طبعا الا في يونت 6 الوقت الاخير. هنحتاج الماضي، هنعلينا زمن الماضي البسيط. Write. Wrote. يعني ممكن نحفظ بس نكتفي، بلاش البي بي دلوقتي، ممكن نكتفي بالمصدر والباست بتاعه. Tap. Tape. Write. Write. نفس النقطة بس الكتابة مختلفة والكلمة معنى مختلف. Message. Message. Printer. Painter. It's plus adjective. It's يجي بعدها صفة. To المصدر. It's easy to use the laptop. إنه من السهل نستخدم اللابتوب. ولا بعدها. One of. بيجي بعدها اسم جامع. بعد كده فعل مفرد. One of my friends. واحد من أصدقائي. Likes. هنا likes تعود على واحد بس، عشان كده حطينا اس. Computer studies. آخر حاجة عندنا في الدرس الأول والتاني. Read the text message conversation. دي محادثة نصية، يعني اتنين بيتكلموا مع بعض على الواتساب. What is in this photo؟ أول واحد بيتكلم بيقول Hi granddad. It's Adam. What are you doing؟ ازيك يا جدي؟ أنا آدم، أنت بتعمل إيه؟ قال له I am playing. رد عليه قال له I am playing. يلعب.
تشيس اخدناها، شطرنج اونلاين يعني على النت، يعني فاتح النت وبيلعب شطرنج. I am winning، وانا فائز، مضارع مستمر. I'm with words at the verb is at any at the moment، في هذه اللحظة انا فائز. قال له are you using your new laptop، انت بتستخدم اللابتوب الجديد، هل تستخدم اللابتوب الجديد؟ قال له yes it's quite easy to use، هو لحد ما سهل. What are you doing، طب وانت بتعمل ايه؟ قال له I am doing my computer studies homework، بعمل واجب على الكمبيوتر، واجب الحاسب الآلي. I am looking at websites for information، بدخل على المواقع مواقع النت علشان information، المعلومات about 3D printers، عن الطابعات اللي هي 3D. قال له what are your mom and علياء doing، مامتك وعلياء بيعملوا ايه؟ قال له they are taking service، اما يصوروا service. I am sending you one، انا هبعت لك واحدة of their photos now، صورة ليهم دلوقتي. بعت الصورة، اديكم شايفين الصورة وصلت طبعا. قال له oh yes that's a great photo، يا لها من صورة عظيمة. عندنا في سؤالين تحت، what game is granddad playing online، ايه اللعبة اللي بيلعبها الجد اونلاين؟ طبعا احنا قلنا ان هو بيلعب ايه، تشيس، يعني تشيس شطرنج. Where is Adam looking for information about 3D printers؟ آدم بيدور على معلومات عن 3D printers فين؟ طبعا على at website. Websites يعني المواقع اللي هي على النت. وبكده نكون انتهينا من الدرس الأول والتاني في الوحدة الرابعة. انتظرونا إن شاء الله هنكمل باقي الوحدة، وبعد الوحدة دي بإذن الله ما تخلص هنبتدي أول بأول كده هنحل كل الأسئلة اللي في الكتب بتاعتنا اللي انتوا متابعين معانا، كتاب المعاصر وبيت باي بيت وجيم إن شاء الله، وكتاب المدرسة. والسلام عليكم ورحمة